امبارح يا جماعة أخذنا كيف نحط الطبقات جوا الجدار، اليوم بدي أعطيكم كيف بدي أحط الحجر المفجر. أوكي، وكيف بدي أظبط الجدران والفلورز معاها على هاي الفيلا. راح أمسك الجدار وأحكي له إيد التايب. امبارح سميته اكستيريور 3 سنتيمتر ستون وذ بلاستر. إيديت، راح نيجي على فينيش 1 ماتيريال، راح نيجي هلا نحكي له كرييت نيو ماتيريال، رايت كليك رينيم. شو حنسميها؟ ستون داش. طلع حطيت ستون داش التايب اللي بدي انا 25 سنتيمتر روز داش، حسميه مثلا مفجر، انه هذا انا ماتيريال للحجر المفجر، صوت الحجر المفجر. تعرفين شو يعني صوت حجر مفجر صح؟ اللي يكون دكته خشنه الحجر، في ناعم في اخشن، وفي اخشن طبز هداك. برجع على الايدنتيتي اسمه ستون بالجرافيكس الكات باترن. الكات باترن دائما بالحجر في البلانات كيف بتكون؟ بيكون عباره عن دايجونال لاينز درافتنج. طلع بالكات باترن ما بيشتغل الموديل لاينز، الموديل ما بتشتغل. اوكي، برجع للسيرفيس باترن. السيرفيس باترن عباره عن خطوط افقيه بالواجهه صح؟ بحكي له موديل لاينز لان الخطوط هاي بتساعدني بالقياس، فلازم تكون 25 سنتي اوفست بين كل خطوه الثاني 25 سنتي. فانا بحكي له هنا موديل لاين نيو بدي 25 سنتيمتر هوريزونتال لاينز، بقول له لاين انجل 0، فحيعطيني هون خطوط 25 بناء على اللاين سبيسنج 1 اللي هو 0.25. واضح؟ اوكي. باتن وذ ذيس نيم اولريدي اكزيست لاني انا عملته قبل شوي. اوكي، شو لون الخط بدي اياه؟ جراي. اوكي، هاي اوكي، اوكي. وهي هون هيدا اللاين بحكي لك انه الخطوط هون شو صارت؟ 25 سنتي. الخطوط صارت 25 سنتي، هذا بالنسبة للهاتش. بالنسبة يمين للهاتش. هلا بالنسبة للابيرنس برجع وين؟ على الجدار. بروح على الماتيريال وبفوت على الابيرنس وبحكي له النيم. وات ذا نيم؟ بحكي له ستون داش ستون داش مثلا مفجر 25 سنتيمتر. طب ليش انا بحكي 25 سنتي وليش بسمي هاي الطريقه؟ ستون ممكن يكون بلاط، بس انا بدي ستون ماتيريال. مفجر ممكن يكون نوع ثاني، 25 ممكن يكون 50، فلازم انا اضيف هاي المصطلحات. فبحكي له انا هون بالجينيريك بقول له الايمج، الايمج بكون انا مجهز الصوره من الاول، صوره نظيفه اربع مداميك نضاف، ما في هون اسود ولا في هون اضاءه اوكي اكثر من هون، لانه الريفت او الفريدي ماكس او اي برنامج جرافيك تاني بيعمل كوبي للمين؟ للماتيريال. فانا بحكي له اوبن. هل انا باجي على السكيل تكستشر اوديتور، بالاديتور هذا بتطلع على الصوره، في هون دايمنشن من هون لهون 30 سنتي موزعين على اربع مداميك، معناته المدماك الواحد بيطلع شو؟ 12 ونص. انا بدي المدماك الواحد كم؟ معناته الاربعه كم بده يكونوا؟ متر. فبكتب هون متر، بحكي له اوكي. اوكي، هلا باجي بحكي له انا رياليستيك، بيطلع عندي مين؟ بيطلع عندي صورة الحجر. طيب اصبروا علي. هلا هون الجنب هذا لازم الحجر يلف للجهة الثانية، شو بعمل؟ رح امسك الجدار واحكي له اذا التايب
رابينج ات اند، بالراب ات اند، رابينج يعني يلف يغلف تغليف، فبقول له اكستيريور، فبيلف الجدار من الجهه الثانيه. يمن ات تايب رابينج ات اند. هذا الجدار، هذا الجدار عبارة عن جدار فري ستاندينج وول، فري ستاندينج وولز، راح يكون من جهتين حجر، ومن النص شو الماتيريال تبعته؟ حتكون ار سي رينفورس كونكريت، بس هالحجر هالمرة بدنا اياه نص متر ارتفاع الحجر، نص متر حجر مطبي مش مفجر. فشو حامل؟ حامل هنا ايديت، ايديت سميته اكستيريور، طلع سميته اكستيريور 30 سنتي دبل ستون. بفوت جوا هون وبحكي له الستشر 20 سنتي بدي اعمل ار سي. كيف بعمل ار سي؟ بمسك اي كونكريت بقول له رايت كليك دوبليكيت، بسميه كونكريت رينفورست كونكريت. شو الهاتش تبع رينفورست كونكريت؟ الاكسات هاي او الكروس هاتش. اي اوكي، بعدين باجي على الحجر فينيش 1، بحكي له هلا هون اي كرييت نيو ماتيريال، رايت كليك رينيم، بسميه ستون، ستون داش 50 سنتيمتر روز، بدميك بدي اياهم 50 سنتي، بقول له مثلا اطبق، يعني وصف، هو ديسكريبشن بالاخر. اوكي ديسكريبشن هو المطبه والهارد باترن، عباره عن باترن. بتيجي انت هون بالكات بتحكي له انا بدي ال الكات باترن هيك، السيرفيس باترن كيف بدي اياه؟ موديل نيو، بحكي له 50 سنتيمتر هوريزونتال لاينز، هاي زيرو، بقول له 0.5. وباجي احكي بالابيرنس، بقول له هون ستون 50 سنتيمتر، بقول له مطبه باترن، المطبه هيو هاد هذا الحجر، باجي بستخدمه اوبن وبعطيه سكيل كل 4 ميك، على اساس انه من ماكل واحد 50 سنتي كم بده يطلع؟ مترين. شو بحكي له هون؟ edit type duplicate at exterior. حلو، طلع هلا هذا طلع حجر من وين؟ من الجهتين، بس طلع الجهة الثانية طلعت مفجر. نسينا نروح وين؟ على فينيش 2 نحكي له مطب. طيب بيسألني شخص هلا بحكي لي مهندس انه هذا الجدار هذا نازل من جراوند فلور للسكند فلور وهو على الترس مبين هون، لازم يكون هون حجر ومن تحت مش حجر، شو بعمل؟ بدي اعمل سبلت. يعني انا هون مثلا بدي اجي على السبلت، بدي اعمل سبلت للمنطقة هاي هون هاد، بدي اخليه دبل ستون يعني في المنطقة هاي. طبعا انا عملت سبلت هون ما اجي بالضبط، فبروح على الجراوند فلور ترم لهاي وهاي بجيبها هون. سوري. هلا هادي شو بحكي له هاي؟ هادي هي عبارة عن دبل ستون. القطعة هاي دبل ستون. بس دبل ستون مش مطب، شو بده يكون؟ ممكن يكون مفجر. فأنا بقول له edit type طلع duplicate دبل ستون 2 أو دبل ستون مثلا مفجر عشان الديسكربشن يزبط معك. فببدل الفينش 1 لمفجر، ببدل فينش 2 لمفجر.
فصار هذا هون ماله انفجر هون. هلا هذا الجدار بحكي له مثلا انت وقف على الفيرست فلور وبعمل جدار تاني هاي جدار تاني شو بده يكون هذا دبل ستون مفجر بوقف على السكند فلور وبحكي له AL and join. هلا هدول بده يشبكوا مع بعض هلا هذا بدي اخليه يشبك مع حال. كيف يشبك مع حال؟ هلا كل اللي علي اني انا امسك هاي اقدمها لهون هاي AL بقول له الوجه هداك مع هذا الوجه بيشبكوا مع بعض. هاي هذا الجدار مثلا هاي برجع بحكي له انا اكستيرير هاي ستون بلاستر سبيس وهذا شو بيكون ستون بلاستر سبيس من الجهه الثانيه. وهكذا بصير تمسك انت جدار عشان يبين معك. طبعا انا لما اجي لهون اعمل ري تريس حيبين معي الحجر. بس هسه الرندر بده شغل. حنوقف التسجيل.